ليش مزلبط؟ شوب شوب عادي هيك تصدر نفسك بالطريق؟ إذا بصح هلا أمشي بلا شورت بقول لا. شو وضع الشوب؟ هو بديك مكيف وثلاث مراوح عليكي بس. شو بتقول للمروحة اليوم؟ إلى الشكر الكبير، إلى الفضل الكبير. بضل قاعد مضغوط. عايفين التانكي مشوبين عرقانين، بس أهم شيء الحمد لله إنه ما في برد، هاي أهم شيء. نار شو أكتر من هيك شوب، زي كأنه بجهنم الواحد. كتير الشمس حامية وكل يوم يعني منترك الشغل ومنقعد بالبيت ودوخانين. شو بتشتغل؟ فرن منعيش. فرن أنتو من غير شي مولعة عندكم؟ مولعة مولعة كتير مش شوي. مشوب مشوب نازل بلا كنزل؟ يلا يعيننا نحن المحجبين. ليكي هون البنيات كلها ملزعة ببعض، ما في تنفيس ولا هواء. وشو عم تعمل بهالشباب؟ ولا شيء، يلا رايح اشتري مكيف. في مكيف وحركة؟ في مكيف وحركة؟ ايوه. شايفين في ناس عندها مكيفات بس ما فيش كهارب، ما فيش كهارب. شو وضع الشغل؟ اونلاين اونلاين. طب كيف بدك تتحمل الأرجيلة والفحم هلا خي؟ لا الفحم بعيد عني، بعيد الأرجيلة عني. جمنا العالم كله بالمخيم وبنقعد بالشوارع وبننبسط وبنضحك وبنمزح، نعمل جو. لا عنا بحار ولا عنا نهر، قاعدين بالشوارع من قلة الكهارب. الولد بده يحس حاله متضايق ومخنوق. شوف ويدوج أكيد، بس لما بتطلعي نفسيته بترتاح. يعني لو ما طلعنا الدنيا شوب بالبيت وبالحارة. بس أنت نازلة وجايبة معك العيلة مبين. ما بدي كزدر كمان، حرام يضلوا بالبيت، ما في كهارب وما في اشتراكات، الوضع كتير صعب يعني. والله أنتوا الأميات قلبكم كبير صاير. شوي مشوبة أنت؟ طب شو عم تعملوا تحت الشمس لتخففوا شوي الشوب؟ أحياناً نحط شوادر فوقينا أو نغسل روسنا بالماء. تاكل بوزة وهيك؟ شو باكل بوزة باليوم 10؟ أو هاد برش بالفرد مي علي. بترش بالفرد مي؟ أرجيني. بس فاضي هلا. يعني نغسل، بدنا نحط التلج على راسنا، نغسل المي ما مي. إن شاء الله بردت. والله والله هيك طبعاً. جربي هاي ولا نجرب هاي. منيحة. في نوم؟ لا مو من ما في نوم بعد اليوم. بس اقطع الكهرباء كأنك قاعدة بأفريقيا الله وكيلك. الشوب ما عم ننام أبدا 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 أبدا، عم ننام على الأرض. بنهوي بنبل تيابنا مي أو شرشف بنتغطى. بننام تقريبا شي أربعة على السبعة ثمانية بنكون فايقين لأنه مشغل المراوح اليد. مين عم بينام بالليل؟ عم بسأل بركي في حدا بينام. ما حدا بينام بالليل، لو بيجي الصبح العالم لتنام كلها. طب شو عم تعمل لتخفف شوب؟ بقوم بنام على البلكون. على البلكون عم بتنام؟ وكيف عم بتنام؟ هيك كيف بدي انام؟ عزو يا رب.